واحنا بنتكلم عن احوال المياه في مصر لازم يكون لنا اللقاء مع العميد محي الصرفي مدير العلاقات العامه والمتحدث الرسمي باسم الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. اهلا بيك سياده العميد. اهلا بيك فندم. في كتير من قرى مصر في شكوى من تلوث مياه الشرب واكيد وصل لحضرتك ده. تمام. رد حضرتك على ده ايه؟ هي المشكله عندنا في الشبكات. انا المياه بتطلع من عندي المحطه كويسه جدا ما فيهاش اي مشاكل. في الارياف بالذات في مشكله. حضرتك بيقول انا المياه ممكن تتقطع في توقيت معين، طب انا عايز المياه على طول باستمرار، فبيقوم داي طرمبه حبشيه ودي طبعا ملوثه. المياه اللي هو خدها دي ملوثه. انما لما يجي يقوم رابط الترومبة الحبشية دي والماسورة بتاعتها مع الماسورة اللي انا مدخلها له من المية بتاعتي او من الشبكة بتاعتي، يبقى هو خد الملوثات اللي في الارض ملوث نفسه بس، لا ده ناقل التلوث ده للشبكة بتاعتي كمان اللي دخلاله، والشبكة اللي هتتنقل ملوثات من عنده وهتروح على جاره وعلى الجار اللي بعد منه. وده اللي احنا لاحظناه في صنصفت. انا عندي من 17 ل 19 الف مواطن في هذه القرية. هل ال 17 الف او 19 الف دول كلهم في يوم واحد ما شربوش مية، واللي شرب 200 واحد بس اللي هم دخلوا المستشفى وحصل حالة تسمم ومش عيب ان يحصل خطأ. انا في اخطاء بتحصل وحصل اخطاء عندنا، بس احنا بنكتشفها ما بنسيبهاش، وعشان كده هو تحولناهم للتحقيق ونقلناهم من المحطة. في كلام في الشارع على انه تعريفة الحصول على المية، تمن المية، تسعير المية هيعاد النظر فيه، وربما يحصل رفع للدعم او تعديل في هذا السعر. الكلام ده صحيح؟ احنا المواطن العادي اللي هو 23 قرش ده اللي هو بيحصل على المتر المية ب 23 قرش احنا مش هنقرب له خالص. انت حديك 10 متر ب 23 قرش، بس لو انت زودت متر واحد فوق العشرة متر دول هديهولك بتلاتين قرش. تاني حاجة، وجدت بعض الشركات الاستثمارية بتاخد مني المية وتدخلها في المنتج بتاعها، ويمكن المنتج بتاعه 90% منه المية بتاعتي. هنعتبر ان المياه الغازية والعصار بيديني الازازة او الكنز باتنين جنيه ونص او واتفر بيداني بسعر ايه. انا المتر بتاعي المية اللي هو بيديله الف لتر اللي هو نسبة السعر بتاعي مليم في كل إزازة. طب يعني ما تديهوني 2 مليم أو مليم ونص حتى في الخدمة أنا توصل. عشان أوصل الخدمة لمواطن عندي ما يقدرش يدفع المبلغ بتاعها، فأنا هاخد من ده وأدي لده، فأنا هاخد من القادر عشان أدي الغير قادر. تاني حاجة، أنا ممكن أدي الكومباوند. في ناس كتير جدا في كومباوند قاعدين في فيلل بياخدوا ميه للحمام السباحه، بيستهلكوا الميه بتاعتنا اللي هي للشرب مخصصه للشرب، اوقات بيعملوها للجنينه. طب انا اديله بقى ميه شرب ب 50 قرش او ب 30 قرش وهو بيزرع ومدعمها، وبعد كده انت يعني انت مرفه بقى زياده، فانت الرفاهيه دي تبقى على حسابك مش على حسابي ولا على حساب المواطن البسيط.